الدرس رقم 50، المكعب متوازي المستطيلات، المرجع في كتاب التلميذ، الصفحة 84. 84 هي هذه الصفحة. تكلمنا عن المكعب، وعن متوازي المستطيلات. أربط المجسم باسمه. متوازي المستطيلات، مكعب. أكمل النص الآتي بالمفردات: حرفا ورأسا ومستطيلا ووجوه ومستطيلات. أكمل النص الآتي: لهذا المجسم ثمانية ماذا؟ ثمانية ماذا؟ شفناها في الدرس. إذا عندنا هذا، بهذا الشكل. لاحظ معي الفتح والغلق، نحسب عدد الرؤوس هنا. عدد الرؤوس 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 أسفل وأربعة فوق، معناه 8 رؤوس. 8 رؤوس. 12 ماذا؟ نحسب 1 2 3 4. 4 أحرف فوق. 1 2 3 4. 1 2 3 4. وهنا 1 2 3 4. إذن 4 فوق 4 تحت و4 تربط. إذن 12 حرف. 12 ده. والستة ماذا؟ نحسب، الآن، 6 ماذا؟ 1 2 3 4 5 6. 6 مستطيلات. 6 مستطيلات. كل منها 6 وجوه. 6 وجوه كل منها مستطيل، ويسمى متوازي المستطيلات. هذه الجملة المفيدة. إذا نقرأ مع بعضنا الجملة. لهذا المجسم 8 رؤوس. 1 2 3 4 5 6 7 8. هناك رأس مختفي هنا. واثنا عشر حرف. 4 فوق 4 تحت و4 تربط. والست وجوه كل منها مستطيل، ويسمى متوازي المستطيلات. أكمل بكتابة اسم المجسم المقصود. نكمل بالمجسم المقصود. له 12 حرفا متساوية الطول.
12 حرف متساوي التطول، هذا يعني عنده أطوال غير متساوية. إذا ماذا نفعل؟ نجعلها متساوية، 12 حرف متساوي التطول. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة وأربعة أسفل وأربعة تربط، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا كل الأضلاع متساوية، 12 حرفا متساوي التطول، وكل وجه من وجوهه مربع. لاحظ أن المربع وعدنا نفس الشكل، مربع. ندير الزوم هنا هكذا، مربع واحد اثنان ثلاثة أربعة مربع، كلها مربعات. إذن هنا كنجي نشوف كل شكل مربع، كل شكل مربع. هذا مربع، هذا مربع، هذا مربع، هذا مربع، كل الوجوه مربعة. إنه مكعب، إنه المكعب. إنه المكعب. لكل حرفين متقابلين فيه نفس الطول، وكل وجوهه مستطيلة، متوازي المستطيلات. لكل حرفين متقابلين فيه نفس الطول. علاه؟ مثلا هنايا هكذا ندير هكذا. لاحظ هنا لكل حرفين متقابلين نفس الطول، هذا يقابل هذا وهو نفس الطول. هذا واحد اثنان ثلاثة، هذا طوله ثلاثة يقابل هذا طوله ثلاثة، وهذا طوله واحد يقابل هذا طوله واحد. وحتى في الشكل عندي نفس الشيء، عندي نفس الشيء. إذن هنا عنده طول وعرض وارتفاع. إذن طول وعرض، هذا الطول، هذا الطول، وهذا العرض، وهذا الارتفاع. هذا نفس هذا، نفس الطول. هذا يقابل هذا ويقايسه، هذا يقابل هذا ويقايسه، هذا يقابل هذا ويقايسه. يمكنك فعل ذلك بعلبة الكبريت. علبة الكبريت عندي هذا يقابل هذا ويقايسه، هذا يقابل هذا ويقايسه، هذا يقابل هذا ويقايسه. إنه متوازي المستطيلات. نتكلم الآن عن تمرين أبحث. في الحقيقة وجدت إجابات خاطئة في تصحيحات رمز رسمية. هناك كتب خارجية يحلون هذه التمارين، وجدت إجابات خاطئة، ولهذا سنتمعن في هذا في حل هذا الجزء. أبحث، لاحظ الشكل وأكمل ما يأتي. الشكل مركب من ثلاث مكعبات، مكعب الأول الثاني الثالث. عدد رؤوسه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أمام وستة خلف، 12. عدد أحرفه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أمام وستة خلف وستة تربط، 18. المكعب الشكل مركب من ثلاث مكعبات،
عدد رؤوسه 12 لأنها 6 أمام و 6 خلف، وعدد الأحرف 18 لأنها 6 أمام و 6 خلف و 6 تربطهما. يمكن التأكد بجيوجبرا. المجسم هو هذا، هذا هو المجسم. المجسم اللي نتكلم عليه هو هذا يعني. نقدر نزيد نكبر فيه. جيد، هذا هو بالذات، هذا المجسم بالذات. ها ورا، هذا هو المجسم بالذات. هذا هو المجسم بالذات. هذا هو المجسم بالذات. المجسم هذا نقدر نحسب دركا، نقدر الآن نحسب المجسم. راه عندي ها ورا، نقدر نحسب واش حبيت. نبدأ بحساب ال وش يحسب هو مكعب، ثلاث مكعبات مقتنعين بها، ثلاث مكعبات مقتنعين بها، ثلاث مكعبات مقتنعين، المكعب الأول الثاني الثالث. المكعب الأول الثاني الثالث، الأول الثاني الثالث، اقتنعنا. عدد الرؤوس، نحسب عدد الرؤوس. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة رؤوس، والخلف كذلك ستة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هذا ليس رأس، هذا ليس رأس، وهذا رأس، وهذا ليس رأس، هذا ليس رأس. إذن واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة أمامية وستة خلفية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. الستة والستة 12، لهذا قلنا عدد الرؤوس 12. عدد الأضلاع 18 ضلع. نحسب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، والستة تربط. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. إذن وش عندي؟ عندي ستة أمامية، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وستة خلفية، والستة تربط. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. هذا السادس. هذا بالنسبة لطريقة جيوجبرا. نقدر نستعمل الرسام، نستعمل الرسام في الحقيقة. مجسم مثل هذا كيفاش يرسموه في الحقيقة؟ كاينة فكرة مجسم كما هذا كيفاش يرسموه. مجسم كما هذا يترسم بهذا الشكل، يترسم بهذا الشكل. كاينة طرق كثيرة. معليش نديرو هذه الطريقة. هذا المكعب الثاني، هذا المكعب الثالث. اللي نحوس نديرها، نحوس نح الزيادة هذه اللي تغلط، هذه اللي راها تتخطى. إذن هذه اللي نحوس نحوها حنايا.
وش عندي الآن؟ عندي هذا الشكل، حرف آل بالفرنسية، عندي هذا الشكل. الفكرة ما هي؟ الفكرة عندي هذا الشكل وعندي شكل آخر، هذا الأول وهذا الثاني، ثم عندي الأضلاع التي تربط. الأضلاع التي تربط. الآن هناك أوجه مخفية، هذا الوجه الأمامي يخفي هذه القطع، هذه القطعة يخفيها، هذا الحرف يخفيه لأنه وجه الأمامي يخفي، هذا الوجه الأمامي يخفي. وش يكون؟ يكون الوجه الأمامي، يكون الوجه الأمامي هو هذا، وعندي وجه منه، عندي وجه هنا، وجه هنا، عندي وجه هنا، وعندي وجه هنا، وعندي وجه هنا. كذلك هذا الجزء يخفيه الوجه العلوي، يخفيه الوجه العلوي بهذا الشكل، يخفيه بهذا الشكل. وش يكون؟ يكون كذلك وجه علوي هنايا. الآن عندما نجي نحسب عدد الرؤوس مثلا، نجي نحسب عدد الرؤوس، الشكل مكعب ثلاث مكعبات متفقين عليها، عدد الرؤوس 12، 12 ما لقيتش الخطأ هنايا، أنا لقيت في القاعدة في الأضلاع، عدد الأضلاع 18، 18 قادرين نحسبه. إذن عدد الرؤوس واحد، عدد الرؤوس واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. هذا بالنسبة لعدد الرؤوس. عدد الأحرف، عدد الأحرف قادرين نحسبها كذلك بطريقة معينة هنايا. لاحظ معي عدد الأحرف، هنا كاين واحد، هنا كاين زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة أمام وستة خلف وستة تربط. اللي راها تربط هي هذه، اللي راها تربط هي هذه، هذه الأضلاع التي تربط. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من هذه الصفحة. أظن أن الفكرة وصلت تماما، لا داعي لشرح آخر. الصفحة هذه انتهينا منها، انتهينا من هذه الصفحة.